صباح الخير، انا اسمي دكتور محمد علي عبد القادر، استاذ امراض النساء والولاده في القصر العيني، وبشتغل في وحده الفيتال ميديسن هي وحده طب الجنين، وانا بشرف باني رئيس الجمعيه المصريه للموجات الصوتيه لامراض النساء والولاده. واحنا بنعمل دورنا اننا ننشر الوعي الطبي ما بين الدكاتره وما بين الامهات. بننصح الامهات ان هم يعملوا الالترا ساوند سيشنز او الالترا ساوند ان جنرال مرتين في الحمل علشان الكشف المبكر عن العيوب الخلقيه، المره الاولى ما بين الاسبوع ال11 لل14، ودي مهمه جدا عشان نقدر نتاكد ان مفيش حاجه اسمها داون سيندروم اللي هو الطفل المنجل، بجانب حاجات تانية مهمه جدا. المره الثانيه بتبقى ما بين الاسبوع ال20 لل22 ويكون البيبي اكتمل تماما ونقدر نعمل كشف ومسح بالالترا ساوند سكانينج على كل الاجزاء اللي في البيبي عن طريق ال3D وال4D عشان نتاكد ان مفيش عيوب خلقيه في الجنين.